لماذا لا تقرأ القرآن؟ ومتى آخر مرة ختمت القرآن الكريم؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، أسألك وأسألك، لماذا لا تقرأ القرآن؟ لماذا يمر عليك يوم كامل 24 ساعة ولا تقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى إلا الفاتحة أو قصص السور؟ أو ما تسمعه خلف الإمام إن كنت تصلي جماعة؟ ما الذي يشغلك عن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله لك؟ قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس: وإنه لذكر، أي شرف، شرف لك ولقومك وسوف تسألون. ما الذي شغلك؟ مشغول بالمال، بالزوج والعيال، مشغول بالواتساب، مشغول بالفيسبوك كما يقول البعض. لماذا لا تقرأ يا فلان؟ يقول أصلا بخلص بعض الأمور في الفيسبوك ويعوج فمه هكذا. سبحان الله، هذه الأمور ما صنعت إلا لتشغلك أيها المسلم وأيتها المسلمة عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن التقدم العلمي والازدهار. وقال الرسول يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولطلاب علم القرآن نقول: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرأها هكذا: هذا شرف مدني حل، هذا شرف مدني حل. رمزا للبزي روح المدنيين وأبي عمرو، واللبيب بالإشارة يفهم حتى لا ندخل في أمور أخرى. والهجر على أنواع: هجر القراءة، هجر السماع، هجر التعلم، هجر الحفظ، هجر التلاوة. التلاوة معناها الواسع، بمعنى الاتباع، أن تقرأ وتسمع وتعمل بعد ذلك. أنه كيف تعمل بما لم تقرأ أو ما لم تسمع أو ما لم تفهم أو ما لم تعلم. وهجر التدبر وهجر العمل، وهو أقبح الأنواع والعياذ بالله. ومن المضحكات أني قابلت رجلا منذ سنوات فقال لي: إني مقصر في حق الله وفي حق القرآن، فلا أقرأ القرآن ولا أمسكه إلا كل جمعة. قلت: ما شاء الله، إذا كل جمعة يعوض ما فات ويستدرك الأفواه ويقرأ. فإذا برجل يقول لي: إنما أمسك المصحف كل جمعة فأزيح عنه التراب ثم أقبله ثم أضعه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بالختم في 3 أو في 7، واختلفوا في القراءة. فذهب الشافعية إلى أن ختم القرآن يختلف باختلاف الأشخاص. فمن الناس من يكون عنده وقت وسعة في الوقت فيستطيع أن يختم في الأسبوع أو في الأسبوعين، والأفضل أن يكثر، والله أكثر ثوابا ورحمة وفضلا وجودا سبحانه وتعالى. وكما تعلمون الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يسن أن يختم في كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: اختمه أو اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، كما روى البخاري ومسلم. وإن ختمه في 3 فهو حسن، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، لابن عمرو: اختمه، وقال اقرأه في كل 3، عندما قال له: إني أطيق أكثر من ذلك، أو إن لي قوة أو أطيق أفضل من ذلك. ونص المالكية على أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من سرد حروفه، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ لأن الله أنزل القرآن للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لم يقل لتقرؤوه ولا لتحفظوه ولا لتعلموه ولا لتفهموه، وقال ليتدبروا آياته. وقرأ أبو جعفر: لتدبروا آياته، أصلها لتتدبروا، فحذفت التاء الثانية والتاء الافتعال تخفيفا، خطاب، لتتدبروا.
وصرح الحنابلة بكراهة تأخير ختم القرآن فوق 40 يوما بلا عذر. لماذا؟ الدليل هو أيضا حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه أبو داود والترمذي رواية أخرى، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، في